شبورة مائية وطقس سيئ يشهده البلاد. الإدارة العامة للمرور أعلنت الجاهزية للتعامل الفوري مع أي طارئ، وقامت بنشر مئات من سيارات الإغاثة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ومراقبتها بكاميرات المراقبة ونشر الضباط والأفراد على كافة الطرق الرئيسية. 7 طرق رئيسية بنطاق المحافظات أغلقتها المرور بسبب الشبورة المائية، وهي طريق اسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو في الاتجاهين، وطريق الكريمات الصحراوي والعلمين الصحراوي، والطريق الشرقي القديم من بني سويف حتى أسيوط، والطريق الصحراوي الغربي، وطريق السويس من الكيلو 61 حتى الكيلو 109 في الاتجاهين. المرور ناشدت المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بسبب وجود شبورة مائية كثيفة، خاصة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة. إدارة المرور قدمت عدة نصائح للسائقين بضرورة الالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة بين السيارات والالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة وزيادة مسافة التتابع الآمن بين السيارات والاسترشاد بالخطوط الأرضية. وجاء ضمن نصائح المرور السير في الحارة الوسطى من الطريق وفتح جزئي لإحدى النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج، واستخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا، وعدم التوقف في نهر الطريق، وعدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة. من جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد أن الشبورة الجوية الكثيفة أبرز الظواهر الجوية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال 3 أيام المقبلة، كما تشهد البلاد موجة من البرد خاصة أثناء فترات الليل، داعية المواطنين إلى اتخاذ كافة إجراءات التعامل مع الموجة الحالية والالتزام بتعليمات المرور تجنبا للحوادث.